اهلا وسهلا بيكم اعزائي الطلبه، طلبه فرقه رابعه اتصالات، في محاره جديده من محارات ماده تحسين شبكات المحمول. هنتكلم النهارده في المحاره بتاعتنا، هنكمل على المحاره اللي فاتت. المحاره اللي فاتت احنا عملنا سكيننج بسوني اريكسون زد 750 اي. اتفقنا دلوقتي ان انا الاوتبوت بتاعي او الداتا اللي طالعه لي اللي هتبقى بريزنتد في الشارتس او الويندوز اللي قدامنا دي. اولا انا عندي السكاننج، في عندي زي ما اتفقنا من المره اللي فاتت انا بعمل سي بي اي شانل سكاننج وبعمل سينكرونايزيشن شانل سكاننج. فانا عندي الداتا اللي خرجالي من عمليه السكاننج من السي بي اي شانل، في عندي هيبقى في هتظهر لي في البار تشارتس، وفي هتظهر لي في الداتا ستيتس ويندو، وفي هيظهر لي في اللاين تشارتس. يبقى دي الايه، سواء التشارتس او الويندو دي، ده اللي بيظهر لي بيعرض لي بيبريزنت الايه نتيجه السكان من السي بي اي شانل. بينما السينكرونايزيشن شانل اللي هي احنا كنا مسمينها الاس سي اتش، واتفقنا ان الاس سي اتش كان في منها نوعين اللي هو البرايمري والسكندري، دول هيبقوا بريزنتد في مين، في حاجه اسمها السينك تشانل ويندو. السينك تشانل ويندو دي هنتكلم عليها ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، بينما في المحاضره بتاعت النهارده ان شاء الله هنتكلم على مين، على البار تشارتس والداتا ستيتس ويندو واللاين تشارتس الخاصين بالسي بي اي اتشانل. اولا تعالوا نبتدي نتكلم على البرزنتيشن للسي بي اي تشانل سكان بالبار تشارتس. اولا كده لازم تبقى عارف ان انا عندي ايه، ان كل يو ام تي اس فريكوانسي بعمل له سكاننج بيبقى ليه بار تشارت بروفايدد ليه لوحده كده، وكمان ان كل بار تشارت باي ديفولت كده بيبريزنت ايه، بيبريزنت البيك اي سي على الاي نود لكل سكرامبلنج كود موجود. يبقى انا دلوقتي طلعت من السلايدز دي بمعلومتين. اول معلومه ان انا عندي كل يو ام تي اس فريكوانسي بتعمل له سكاننج بيبقى ليه بار تشارت لوحده. تاني حاجه ان كل بار تشارت الديفولت بتاعه ان هو بيبريزنت ايه، البيك اي سي على الاي نود. واحنا اتكلمنا عن الاي سي على الاي نود في المحاره اللي فاتت، وهي هنتكلم عليها برضو بالتفصيل في المحاره دي شويه. احنا قلنا بيبريزنت ايه، البيك اي سي على الاي نود لكل سكرامبلنج كود موجود. طيب يبقى انا دلوقتي اهو ده البار تشارت اهو قدامنا، كل واحد من دول يمثل مين، سكرامبلنج كود، يعني ده سكرامبلنج كود وده سكرامبلنج كود وده سكرامبلنج كود. يعني مثلا ده ممكن يبقى الفيرست سكرامبلنج كود، ده السكند سكرامبلنج كود، ده الثيرد سكرامبلنج كود. كل واحد من دول كده اهو، ده كده ليه بيك باور، البيك باور بتاع ده غير البيك باور بتاع ده غير البيك باور بتاع ده، ده كده بيمثل لي مين، اللي هو البيك اي سي على الاي نود. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان انا كل بار تشارت باي ديفولت بيبريزنت البيك اي سي على الاي نود لكل سكرامبلنج كود. هنتكلم على الجزء ده كمان شويه. طيب اتفقنا كمان تخلي بالك بقى من حاجه كمان هي مهمه قوي، ان انا الابديت ريت بتاعي بتاع البار تشارت ده تمام بيتغير او بيعتمد على عدد السيجنالز الموجوده جوه النتورك. يعني على سبيل المثال لو احنا مثلا بنعمل سكاننج للتوب 10 مثلا، الابديت ريت بتاعي ده هيتاثر بايه، هيتاثر بالسايز بتاع الست اللي هو هيبقى الان. ليه؟ لانه لازم هيعمل
سكان لكل سكرامبلينج الكودز الموجوده جوه مين؟ جوه الست دي اللي عددهم ان، وده هيأثر لي على مين؟ على الابديت ريت. طيب هنبتدي بقى نتكلم على الايه الويندو الثانيه اللي هو الداتا ستيتس ويندو الناتجه من مين؟ من السكاننج بالسي بي اي تشانل. هنلاحظ ان انا عندي نوعين من الستيتس ويندو دي، عندي نوع اللي هو السي بي اي تشانل داتا ستيتس ويندو، السي بي اي تشانل داتا ستيتس ويندو اللي هي ده، والسي بي اي تشانل بيست يو اي ار اف سي ان داتا برضو ستيتس ويندو. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ اللي بيفرق الايه الداتا اللي متخزنه في الاثنين. يعني انا عندي السي بي اي تشانل داتا ستيتس ويندو ده بيتخزن مين؟ بيتخزن يو اي ار اف سي ان، بينما السي بي اي شانل بيست يو اي ار اف سي ان دي بتبقى بالنسبه لها المفضل بيبقى مين؟ بيبقى الاجريجيشن اي سي على الاي نود. هنعرف الكلام ده الاجريجيشن والكلام ده كله هنتكلم عليه كمان شويه، ما تستعجلش او ما تتخضش من الكلام. بص كل كولوم، يعني احنا دلوقتي بص هنا دي كده، دول كده يمثلوا مين؟ الستيتس الداتا ستيتس ويندو. احنا اتفقنا ان انا عندي نوعين، في نوع بيهتم اهو بالاي سي على الاي نود، والنوع التاني بيهتم بالمين؟ باليو اي ار اف سي ان. فانا دلوقتي تعالى بقى نتكلم، انا عندي كل اهو بص في عندي جداول جداول، كل كولوم من دول بيبقى ليه معنى. تعالى نتكلم ونشوف اس سي دي معناها ايه والكلام ده كله معناه ايه. اول حاجه الاس سي ده رقم السكرامبلنج كود بتاعي، يعني انا عندي الاس سي ده يمثل السكرامبلنج كود نمبر، عشان اتفقنا دلوقتي ان انا عندي انا بختار عدد السكرامبلنج كودز اللي انا هستخدمه في عمليه سكاننج. تمام، يعني كل سكرامبلنج كود ليه رقم. تاني حاجه عندي البيك اي سي على الاي نود، وده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي البيك كود باور بتاع السكرامبلنج كود اللي هو الاي سي، يعني بالنسبه او ريلاتيف لمين؟ للتوتال باور سيجنال الموجوده في التشانل اللي هي الاي نود. يعني هو ده يمثل البيك كود باور بتاع السكرامبلنج كود اللي هي واخده الرمز اي سي، ريلاتيف يعني مقسوم على التوتال سيجنال باور اللي موجوده في الشانل اللي هو الاي نود، وبيبقى الناتج ده او القيمه دي بتبقى بايه؟ بالدي بي. طبعا دي ريلاتيف، فالريلاتيف يعني ده لو ده دي بي ام وده دي بي او ايا كان، او دي بي ودي بي او دي بي ام ودي بي ام، فيبقى النسبة دي باور مقسومة على باور. يبقى انا بتتكلم على ايه؟ طالما ده لو ده بالدي بي ام يبقى انا بتتكلم ملي وات، لو ده بالوات يبقى دي بي، لما تيجي تقسمهم على بعض يبقى انت بتتكلم ملي وات على وات. ده لو بنتكلم على ايه؟ على ريشيو باور. طيب لما بيجي نحولهم لمين؟ نحولهم للدي بي، وبناء عليه تبدأ يبقى الموضوع القسمة يتحول لمين؟ تحول لعملية طرح. عشان كده هو انا بيقول لك ايه؟ الديفرنس بتوين زم بالدي بي. يبقى انا عندي عشان ابقى فاهم البيك اي سي على الاي نود دي نسبه، ماشي نسبه يعني عمليه قسمه يعني قيمه مقسومه على قيمه، يعني الريلاتيف او ريليشنال فاليو. القيمه دي تمثل ايه؟ تمثل البيك كود باور اللي هي، يعني مثلا لو انا عندي باور كده يبقى البيك دي، تمام دي كده اسمها البيك كود باور، ماشي،
بتاعت السكرامبلينج كود مقسومة أو ريلاتيف أو بالنسبة لمين؟ للتوتال سيجنال باور الموجودة في مين؟ في التشانل، وتبقى عارف إن القيمة دي بالدي بي. طيب لو جيت قلت لك البيك إي سي، الإي سي هي ببساطة جدا من الكلام اللي إحنا قلناه قبل كده هي البيك كود باور بتاعت السكرامبلينج كود، وتاخد بالك بقى إن هي بالدي بي إم، يعني معنى كده إن الإي سي أصلا دي ملي وات. عشان كده الملي وات لما بتتحول للدي بي بتبقى بالدي بي ام. دي يعني الملي وات دي يعني وات مضروب في 10 اس ناقص 3. عشان كده لما بنيجي نشتغلها بنشتغلها بالدي بي ام. تمام. في عندي حاجه تانية اسمها الاجريجيت كود باور اللي هو اي جي اي سي على الاي نود. الاجريجيت كود باور بتاعت السكرامبلينج كود ريلاتيف للتوتال باور سيجنال باور اللي موجوده في التشانل اللي هي الاي نود، ويبقى الديفرنس ده موجود بالدي بي. يا دكتور كده انا اتلخبطت. لا ما تتلخبطش. دلوقتي انا عندي في البيك باور دي تمثل البيك باور بتاعت ايه؟ بتاعت الكود بتاعت السكرامبلينج كود. تمام. ودي بالدي بي ام. طيب البيك اي سي على اي نود دي نسبه ما بين البيك باور بتاعت الكود او السكرامبلينج كود على التوتال سيجنال باور الموجوده في التشانل. طيب في عندي حاجه اسمها الاجريجيت كود باور بتاعت السكرامبلينج كود، دي ايه الفرق ما بين دي ودي؟ تعرف كمان دقيقتين بالظبط. الاجريجيت كود باور بتاعت سكرامبلينج كود مقسومه على التوتال باور بتاعت التشانل. طيب في عندي حاجه اسمها الاجريجيت برضو اي سي. طيب ايه بقى الاجريجيت اي سي؟ وايه الاجريجيت اي سي على الاي نود؟ وايه البيك اي سي على الاي نود؟ طيب تعالى واحده واحده كده. الاجريجيت اي سي هي تمثل الاجريجيت كود باور بتاعت السكرامبلينج كود، وتبقى بالدي بي ام. يا دكتور انا اتلخبطت. الاجريجيت كود باور هي عمليه ميجرمنت او قياس للتوتال سيجنال باور، خد بالك بقى من الكلمه اللي جايه دي، ديستريبيوتد اراوند ذا مين بيك ديو تو مالتي باس بروباجيشن. يعني انا عندي سيجنال ماشي جاي حاجه بالمنظر ده كده ماشي، في المفروض اصلا البيك باور بتاع السيجنال المفروض ان هو في الطبيعي كان كده، بس نتيجه ان انا عندي مالتي باس فاصبح عندي انترفيرنس، فاصبح عندي حاجات بتعمل لها اديشن وحاجات بتنطرح وكلام من ده، فاصبح السيجنال اللي جاي لي ما بقتش هي السيجنال الاساسيه بتاعتي، لا اصبح في معايا حاجات تانية. فانا باجي اقول ايه؟ دي كده البيك باور اللي انا عايزها بتاعت السيجنال بتاعتي، ودي الاجريجيت بيك باور. تمام. ولما اجي اقسم بقى الاجريجيت بيك باور على الاي نود، تمام، يبقى انا بتكلم على مين؟ اللي هو الاجريجيت النسبه دي. يبقى النسبه دي تمثل الباور، النسبه ما بين البيك باور الناتجه عن المالتي باس على التوتال سيجنال باور الموجود عندي في التشانل. طب هنا الاجريجيت كود باور دي تمثل الاجريجيت كود باور بتاعت الكود او السكرامبلينج كود، تمام، الناتجه عن المالتي باس بروباجيشن. بس تاخد بالك بقى ان انت ايه اللي فوق البي ان ثريشولد، يعني انا مش عندي اي بيك موجوده عندي اخدها، لا انت هو استقبل، يعني دلوقتي السيجنال دي في الريسيفر استقبلها، هو استقبل ايه؟ كان المفروض ان انا استقبل دي بس، لقيته لا استقبل كمان جزء هنا وجزء هنا، فالجزء ده كده ده ليه بيك باور اللي هو بنسميه احنا الاجريجيت كود باور. تمام. فدي
زيادة باور، زيادة بيك باور، زيادة ديستريبيوتد متوزع حوالين المين بيك اللي انا عايزه. ده الجزء ده، والجزء ده ناتج من مين؟ ناتج من المالتي باس بروباجيشن. يعني انا المفروض ان انا لما ببعت سيجنال من اليوزر اكويبمنت ده مثلا ني النود بي، فانا السيجنال دي رايحه بالمنظر ده كده، ده بنسميه ايه؟ الدايركت باس. احيانا بقى السيجنال دي مشيت خدت التراك ده كده وخبطت في السيرفيس، وبعد كده راحت راجعه رايحه للنود بي تاني، ده كده بنسميه ايه؟ السكند ري. في ري كمان مشي كده راح خابط هنا وبعدين ارتد كده. كل ري من دول بيوصل بديلي، يعني بيوصل بوقت مختلف، فبلاقي السيجنال اللي واصله لي بدل ما هي كانت كده مثلا، لا اصبحت كده، اصبحت مثلا كده. ليه؟ اصبح ان انا عمال اجمع اجمع اجمع. فانا السيجنال بالمنظر ده كده تمام، ده ناتج عن طريق ايه؟ عن المالتي باس بروباجيشن. طيب في عندي حاجه اسمها الاجريجيت بيك اي سي. طبعا الاجريجيت بي سي ده اجريجيت بيك اي سي. خلي بالك بقى احنا هنا كده عشان نجمع تاني، احنا الاول اتكلمنا على ايه؟ البيك اي سي على الاي نود، وبعد كده جبنا البيك اي سي تمام. يبقى الاجريجيت، يبقى الاول قبل ما نتكلم على الاجريجيت خالص، البيك اي سي على الاي نود دي كانت النسبه ما بين الكود باور بيك على التوتال باور موجوده في التشانل. وقلنا البيك اي سي هي البيك باور بتاعه الايه؟ السكرامبلنج كود تمام. وبعد كده جبنا الاجريجيت اي سي على الاي نود، ده النسبه ما بين الاجريجيت كود باور الناتجه من المالتي باس على الايه؟ التوتال باور موجوده في التشانل. وعرفنا بعد كده الاجريجيت اي سي ده لوحده، ده اللي هو الاجريجيت كود باور الناتجه من المالتي باس تمام، اللي ايه؟ بتاعه السكرامبلنج كود. بعد كده هنعرف حاجه تاني اسمها الاجريجيت بيك اي سي. ده بقى بيمثل ايه؟ الديفرنس او الفرق بالدي بي ما بين الاجريجيت كود باور اللي هو اللي احنا حسبناها ده الاي جي اي سي، والبيك كود باور الاي سي. يعني ايه؟ يعني ده يمثل، لو انا حبيت اقولها بالريشو، فيمثل الاي جي اي سي على البيك اي سي. يعني لكل سكرامبلنج كود يمثل النسبة او الريلاتيف فاليو ما بين المالتي باس كومبوننت على البيك باور بتاعة السكرامبلنج كود بتاعي. وده بيسموه الريك ريسيفر جين. يبقى الريك ريسيفر جين، عشان لو جات لك في مسألة او جات لك في اي سؤال في امتحان او كلام من ده، يبقى الريك ريسيفر جين هو بيساوي الاجريجيت اي سي اللي ناتج من المالتي باس على البيك اي سي اللي هي الباور، البيك باور بتاعه السكرامبلنج كود. يعني احنا ممكن نكتبها كده هنا المالتي باس باور كومبوننت على السكرامبلنج كود بيك باور.
في حاجة بقى أخيرة عايزين نعرفها، اللي هي الديلي سبريد. الديلي سبريد من اسمها ديلي، يعني هو تايم، تمام، وسبريد يبقى أنا بتعامل مع مين؟ مع شيبس، مش بتعامل مع بيتس، تمام كده. يبقى احنا كده لازم نتعلم بس الأول إن أنا أعرف أقرأ كويس عشان أبقى فاهم كويس أنا بقول إيه. يبقى الديلي سبريد هو تايم وبيبقى بليت شيبس، تمام، من اول اي سي على اي نود بيك لاخر اي سي على اي نود بيك. طبعا امتى؟ فين؟ اباف الثريشولد اللي عندي، وده بيمثل لي عمليه ميجرنج او قياس او زي تنبيه كده للسيجنال سبريدنج، بتعمل لها سبريدنج ديو تو المالتي باس بروباجيشن. يبقى الديلي سبريد ده فاكتور، تمام، مهم جدا بالنسبه لي. يبقى الديلي سبريد ده فاكتور مهم جدا بالنسبه لي. ليه؟ عشان بيشير او بيعرفني لي او بيقيس لي او بيميجر السيجنال سبريدنج، مدى السبريدنج اللي حصل في السيجنال نتيجه المالتي باس بروباجيشن. وده بحسبه ازاي؟ بجيب اول اي سي على اي نود واخر اي سي على اي نود. يبقى بحسب الفرق ما بين اول بيك واخر بيك. يبقى ده كده الديلي سبريد ده فاكتور مهم جدا، بيقيس لي او بيعرف لي مدى السبريدنج اللي حصل في السيجنال بتاعتي نتيجه المالتي باس بروباجيشن. في عندي بقى فاكتور اخير اسمه الار اف سي، اللي هو الريك فينجر كاونت. طيب الريك فينجر كاونت او الريك فينجر كاونت ده هو عباره عن ايه؟ هو عدد الاي سي على الاي نود اكس، تمام، وده بيمثل الايه؟ المالتي باس كومبوننت اللي عندي، المركبه الناتجه او مركبات الناتجه من المالتي باس، تمام، وبقدر احسبه عن طريق عدد الاي سي على الاي نود بيكس. يبقى دلوقتي الريك فينجر كاونت اللي هو الار اف سي ده هو عدد او رقم يمثل المالتي باس كومبوننت، تمام، اللي اباف ليه البي ان ثريشولد بتاعي، تمام، وده بقدر احسبه ازاي؟ هو عدد الاي سي على الاي نود بيكس. يبقى انا كده اتكلمت على مين؟ على البار تشارت، واتكلمت على الداتا ستيتس اللي هي ويندو، داتا ستاتس ويندو الناتجه من السي بي اي تشانل سكانينج. تعالوا بقى نتكلم على الشارت الاخير اللي هو اسمه اللاين تشارت، ده اللي بينتج من عمليه اللي هو السي بي اي تشانل سكانينج. بص انا مبدئيا من اللاين تشارت هلاقي عندي اتنين تشارت بين. التشارت بين هلاقي عندي كده من اللاين تشارت ده هتلاقي في عندك حاجه اسمها تشارت بين، حاجه اسمها الليجند بين. التشارت بين ده في منه اتنين اهو، واحد توب واحد بوتوم. التوب ده بالنسبه لي ده يمثل ايه؟ اقوى خمسه سكرامبلنج بودز، دول بيبقوا موجودين في مين؟ في التوب
اتشارت. وده بيظهر لي بقى في اللي هو الاجريجيت اي سي. يبقى انا دلوقتي اللاين تشارت في عندي تشارت بين ده بمثل فيه او بيظهر لي، يبقى تشارت بين ده، تشارت بين ده اللي هو التوب والبوتوم الاثنين مع بعض دول بيمثلوا لي مين اقوى خمسة سكرامبلينج كود. التوب بيظهر لي فيه الاجريجيت اي سي، طيب والبوتوم بيشو الاجريجيت اي سي على الاي نود، يعني ده كده الاجريجيت اي سي على الاي نود، ده كده في البوتوم تشارت بي. في عندي اديشنال انفورميشن بين بقى بتوضح الايه السي بي اي تشانل بايلوت بوليوشن سيتويشن. وانا السي بي اي بايلوت بوليوشن ستيشن ده سيتويشن ده انا هنتكلم عليه كده في محاضره، يبقى هحاول اجمع لكم التفاصيل بتاعته كلها لان هو ايه هو فيه شويه كلام مهم، فهنبتدي نتكلم عليه ان شاء الله في محاضره جايه باذن الله. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه اسمها البوس نمبر اوف ايه اوف اكتيف سيت ممبرز. دلوقتي احنا عارفين ان احنا في عندنا حاجه اسمها الاكتيف سيت. الاكتيف سيت دي ممكن اعرفها على انها مجموعه من السكرامبلنج كودز، مجموعه اي سيت اوف سكرامبلنج كودز اسوشيتد بايه بتشانلز اسايند لبارتيكولر سبسكرايبر يونت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي شويه سكرامبلنج كودز تمام اسوشيتد او مرتبطه بايه بتشانلز، التشانلز دي باساين اسايند لايه ليونت معينه مشتركه. يعني مثلا عندي سكرامبلنج كود و هيبقى عضو في الاكتيف سيت دي لو هو سترونج بشكل كافي مقارنة بايه باقوى سكرامبلنج كود موجود حواليه. طيب الكلام ده ايه؟ ده افتراض. يعني انا بفترض دلوقتي ان انا الاكتيف سيت بتاعتي دي ماشي هبتدي اضيف فيها ممبرز اعضاء من سكرامبلنج كودز اللي موجودة فين اللي انا بعمل فيه بعمل سكاننج بيهم تمام. فانا هفترض ان انا الاكتيف سيت دي بتضم اللي هم اقوى سكرامبلنج كودز. فاحنا هنقول ايه؟ هنقول ان انا عشان يبقى السكرامبلنج كود ده عضو او ممبر في الاكتيف سيت دي فلازم هو سترونج بشكل كافي كده مقارنه باقوى ايه سكرامبلنج كود. طيب اقدر احكم على السكرامبلنج كود ده قوي ولا مش قوي ازاي؟ في عندي رقم بيبقى موجود في السكوير براكتس كده بيبقى جنب، تعالى كده نشوفها اهو بيبقى جنب السكرامبلنج كود نفسه تمام. الرقم ده بيمثل ايه؟ الرقم ده بيمثل الريلاتيف كود باور ثريشولد ارجومنت، يعني ده يمثل قيمة اللي هو الريلاتيف كود باور الثريشولد بتاعه. بيبقى موجود دايما ما بين ايه؟ ما بين السكوير براكتس كده ما بين جنب اللي هو الرقم بتاع انا هبص هنا فيرست سكرامبلنج كود اجريجيشن اي سي بالدي بي ام وهكذا وهكذا وهكذا. فانا دلوقتي هبتدي اشوف اقارن او اقيم بمين؟ بالريلاتيف كود باور ثريشولد ارجومنت اللي هو موجود ما بين السكوير براكتس، وابتدي اتعامل واقول واشوف هل هو في الحاله دي هل هو قوي كفايه او قوي بشكل ما. فانا ابتدي اقول اقارن بالاقوى السترونجست سكرامبلنج كود
واشوف هل هو قوي كفاية ان هو يبقى فيه عضو او ممبر موجود في الاكتيف سيت ولا لا. يعني مثلا ده افتراض برضو ان انا عندي دلوقتي الارجومنت ده 3 والتلاتة ده الديفولت فاليو، تمام، وبيقول لك ان كل السكرامبلينج كودز with a code power not، خد لي بالك من الكلمة دي، not more than 3 dB، مش اكتر من 3 dB، هيبقوا اكيد اقل من مين؟ من السترونجست سكرامبلينج كود، وبالتالي هقدر ايه اعدهم او هيتم عدهم، وبالتالي هيبقوا ممبرز في مين؟ في الاكتيف سيت. وبالتالي فانا عندي المفروض ان انا عندي 3 سكرامبلينج كودز. يعني انا لو جيت انا بصيت هنا كده المفروض ان انا عندي هنا ده السترونجست بتاعي، ده السترونجست، وعندي ادي 1 2 3 4، الاربعه ممبرز دول هقدر اقول ان هم اقوياء بشكل كافي بالنسبه للسترونجست ده مقارنه بيه، وهبتدي اضيفهم في ممبرز في الايه الاكتيف سيت، على اعتبار ان انا عندي ان الاربعه دول اكبر من الثريشولد. في واحد تاني ممكن يعمل لو الثريشولد ده ما بين الواحد والاثنين، فهو في الحاله دي هنا في النص كده، فيبقى انا هعمل اكسكلود او استبعاد في الواحد. لكن انا هنا في المثال بتاعنا ده هو خد الاربعه دول دخلهم ممبر في مين؟ في الاكتيف سيت، تمام، واصبح الاكتيف سيت كده فيها ايه 4 ممبرز. طيب تعالوا نتكلم على حاجه تانية اسمها الايه ال اذر اون. احنا دلوقتي فهمنا الاول الباص نمبر اوف اكسس او اوف اكتيف سيت ممبر. يعني انت لو جيت بصيت هنا هتلاقي عندك حاجه، بص هتلاقي عندك هنا سكرامبلينج كود فيرست اجريجيشن اي سي بين قوسين دي بي ام وبين سكوير براكتس، ده الريلاتيف باور اللي احنا اتكلمنا عليه الارجيومنت ده، والفاليو القيمه بتاعه الاجريجيت اي سي اللي هي الباور، وفي عندنا السي بي اس بي اس اي سي هنتكلم عليها بعد كده، وعندي هنا اليو اي ار اف سي ان. هنا في الحاله دي هو هنا هو كاتب لك مين؟ كاتب لك مش الرقم بقى، كاتب لك الفريكوانسي زي ما هنشوف كمان شويه، بس مش في المحاضره دي، هنتكلم عن الموضوع ده في محاضره ثانيه ان شاء الله. وهنا الموبايل ستيشن، رقم الموبايل ستيشن بتاعك. دي كده في الحالة دي هو هنا دي ويندو ودي ويندو مختلفة، واتفقنا ان اللي بيشتغل بالاجريجيشن ده دي اللي هي اليو اي ار اف سي ويندو، احنا اتفقنا اللي بيخزن الاجريجيشن دي اللي هي سي بي اي سي اتش بيست يو اي ار اف سي ان ستيتس ويندو، تمام، اللي هي دي، ده اللي هو بيبقى يفضل او انترستد بمين؟ بالاجريجيشن اي سي دي اللي هي سي بي اي سي اتش بيست يو اي ار اف سي ان ستيتس ويندو، والويندو الثانيه دي اللي هي سي بي اي شانل داتا ستيتس ويندو. فهنلاقي عندنا هنا كده في حاجه اسمها البوس نمبر اوف اكتيف سيت ممبرز، ومديك هنا زي ما اتفقنا ده الريلاتيف باور ارجيومنت، ومديك هنا عددهم، ومديك برضو حاجه اسمها الاذر كون وماكس وسكرامبلينج كود والرقم برضو الريلاتيف ده، ويديك حاجة اسمها برضو اذر اون ماكسيمم والرقم ده بدل ما هو واحد بقى 3 سكرامبلينج كود، ودي نغير. تعالوا نشوف بقى ايه
حدودة الـ other own. الـ other own الاذر اون ده بيقول لك ان هو عبارة عن استيميتد ريشيو، تمام؟ يعني هو نسبة استيميتد تقديرية، نسبة تقديرية ما بين ايه بقى؟ يعني هو استيميتد ريشيو نسبة تقديرية، تمام؟ ما بين مين؟ بتوين مين؟ بتوين البلوتد سيجنال باور والديزايرد سيجنال باور. يبقى الاستيميتد ريشيو دي بتساوي النسبة ما بين البوليوتد سيجنال باور على الـ desired signal power. وبتعتمد على الـ power threshold الموجود فين؟ الموجود ما بين الـ square brackets بتاعتنا، وتعتمد كمان على الافتراضات المختلفة حوالين ايه؟ حوالين الممبرز المحتملين، المحتمل وجودهم في مين؟ في الاكتف سيت. يبقى انا دلوقتي هو الاستيميتد ريشيو دي بتعتمد او بتساوي البلوتد سيجنال باور على الديزايرد سيجنال باور. بتعتمد على مين؟ بتعتمد على الافتراضات اللي انا حاططها اصلا حوالين الممبرز الموجودين او المحتملين في الاكتف سيت، وبتعتمد كمان على الباور ثريشولد اللي موجود فين؟ في السكوير براكت اللي هو ده الرقم ده بتعتمد عليه. يعني مثلا هنا في المثال ده كده، المثال اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه، كنا قايلين ان انا الاكتف سيت بتاعتي فيها أربعة ممبرز اللي هو واحد واثنين وثلاثة وأربعة. يعني معناها كده إيه؟ معناها إن الفور أذر أون إليمنتس دي بتريبريزنت أسامشن الافتراض إن في ديزايرد سيجنال باور، في ديزايرد سيجنال باور، أشرب عليك كلمة تاني، في ديزايرد سيجنال باور محتملة موجودة فين؟ ما بين الأربعة سكرامبلينج كودز دول. هي مين فيهم؟ I don't know، بس في desired signal power موجودة ما بينهم. يعني بمعنى أصح أنا كنتش عايز أفتح في الموضوع ده شوية، بس ممكن أنا هفترض مثلا إن أنا عندي هنا أنا عندي سيل بالمنظر دي كده، وعندي هنا سيل تانية كده، وعندي سيل تانية كده، وعندي سيل تانية كده، وعندي هنا برضو كده، تمام؟ والسيل دي هنا اهي، السيل دي هنا كده، والسيل دي هنا كده، وادي عندي هنا اليوزر ايكويفمنت بتاعي كده، هما دول كلهم كده بيقصروا وزن الدايرة دي. فأنا في الحالة دي في عندي اكتف سيت، وفي عندي المونيتورنج، وفي عندي ثانية واحدة شباب،
معلش يا شباب انا اسف على المقاطعه. فانا عندي بالمنظر ده كده، في عندي اكتف سيل، وفي عندي الميجرد نيبور سيل، وفي عندي كمان الديتكتد نيبور سيلز. يعني هنفترض مثلا ان انا عندي دلوقتي الواحده سيل بالمنظر ده كده، وسيل تانية هنا كده، والسيل دي بتعمل اوفر شوتنج هنا، بتعمل دي اوفر شوتنج هنا، تمام. فانا كل ده كده بيعمل معايا ايه؟ بلوش، بيعمل بلوتد سيجنال باور. دي موجودة فين؟ undesired. وبالتالي الحاجات دي كلها ده اللي بيمثل بالنسبة لي ايه؟ البلوتد سيجنال باور بتاعتي، عن مع اختلاف ان انا اصلا اللي انا عايزه من ده كله مثلا دي الاكتف سيت بتاعتي مثلا انا شغال عليها. فكل ده كده بالنسبة لي يعتبر ايه؟ يعتبر بلوتد سيجنال باور. هنتكلم على الكلام ده كله هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل في محاضرة جاية. المهم انا كنت بس عايز ايه؟ عايز اوضح لك المعنى بتاع اللي هو يعني ايه بوليوتد سيجنال، ايه سيجنال باور، ان كل السيلز اللي حواليا دي كلها اللي انا مش محتاجها دي بتعمل لي اوفر شوتنج على مين؟ على اليوزر اكويبمنت. طيب دلوقتي بقى هنتكلم عن حاجة اسمها الماكسيمم ان سكرامبلينج كي. في عندي حاجة اسمها الاون وحاجة اسمها الغير. الاون دي تمثل لي مجموع سميشن الكود باور بتاع مين؟ بتاع الان سترونجست بوسيبل اكتف سيت ممبرز. يعني تعالوا نشوف المثال كده الاول. ان انا عندي وافترض ان انا عندي كل دول كده سكرامبلينج كودز اتعمل لهم سكاننج، وانا عندي الثريشولد بتاعي بتاع البوسيبل اكتف سيت ممبر ده كده يمثل مين؟ الثريشولد. فانا لو جيت بصيت انا عندي ده السترونجست سكرامبلينج كود، وفي تلاتة يعتبروا ايه؟ سترونج سكرامبلينج كودز. في واحد اكبر واحد ده قريب من السترونجست، واتنين اذر. فيبقى انا عندي هنا اقول ايه؟ اقول الاون باور دي اللي هما ايه؟ اللي يمثل الماكسيمم ان سكرامبلينج كودز اللي هو السترونجست ومعاه اقرب واحد ليه، بيقول كده مين؟ اللي هو الاون باور. يبقى نيجي هنا نقول ان الاون باور دي بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع الكود باور بتاع مين؟ بتاع عدد ان مثلا هنفترض نسميها ان واحد مثلا strongest possible active set members. حلو كده، يبقى ده كده ايه؟ ده الاون باور.
ان انا بجمع الباور بتاع ده وده اللي هو عدد the strongest possible active set member. الاذرز دول كلهم بقى الباقيين كلهم الباور بتاعتهم بتتجمع مع بعض وبيبقى اسمها الايه الاذر تمام باور اللي هي الاذر باور بتساوي ايه زي ما اتفقنا سمشن الكود باور بتاع مين الاذر اكتف سيت ممبرز. ولحد كده يا شباب انا هكتفي بالجزء ده في المحاضره، واتمنى ان شاء الله ان يكون كل اللي احنا قلناه النهارده يكون وصل لكم، واتمنى ان انا كنت موفق في شرح المحاضره دي، ونشوفكم ان شاء الله يا شباب في المحاضره الجايه على خير باذن الله. واخر كلامي سلام.